بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهداه. وحقق يا حبيبي إن قلبي يطير إذا ذكرتك في خيالي، فكيف إذا رأيت بأم رأسي جمال الحسن في إحدى الليالي. يا حضرة النبي، نحن غرقنا في أنوار ربيعك. هذا الربيع هو ليس نسمات ولكنه عنوان الحياة. هذا الربيع هو الذي يفتح لنا أبواب الرؤية، أن الحياة يمكن أن يرى فيها العباد جنة جعلها الله سبحانه وتعالى في أركان وتفاصيل الحياة. لا ربيع إلا بجنة يفتحها رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحبين. لا ربيع إلا وقد فتحت أبواب المصافاة المحمدية لندخل بها على الحضرة القدسية. يا رسول الله، يا حبيب الله، نحن نريد أن نعيش معك في ربيع، فأذن لنا، إذن لنا في هذا البرنامج الذي يتنور بأنوارك يا رسول الله. إذن لنا يا حبيب الله أن نتنسم وأن نبقى معك في حلقات هي في الحقيقة ليس حلقات لأنها تستغرق وقتا، ولكنها حلقات لأنها تربط قلوبنا بك لتتصل قلوبنا بإسناد المحبة لك. يا رسول الله، لن نستطيع أن يمر ربيع إلا وقد تنسمنا بأنسامك وبأنوارك وببركاتك وبمحبتك، ولذلك سنبقى في هذه الحلقات القادمة، وهي خمس حلقات، خمس حلقات لنمسك بأيدينا حبل محبتك، خمس حلقات لكي نكون معك يا رسول الله، نمسك بأيدينا وبكل تفاصيل حياتنا، نمسك بهذه الحلقات لكي تكون ميزانا لقلوبنا عندما نحب ربنا. يا الله، على حب رسول الله، وكم يفتح الأبواب على جنتي أن نبقى في حضرة مولانا سبحانه وتعالى. سنعيش في هذه الحلقة رحلة معك يا رسول الله، رحلة لا نريد أن نعود منها ولكن نريد أن نغرق فيها. رحلة في الحقيقة يعيشها كل مسلم. هذه الحلقات في الحقيقة أردنا أن نكشف عن شيء مهم اسمه الثابت المحمدي في حياة المؤمنين. ما هو الثابت المحمدي؟ الحب العظيم من أمة سيد المرسلين لهذا الجناب العظيم، جناب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا نريد أن نكشف عنه، لا ننشئه. إحنا مش هننشئ المحبة لرسول الله، ولكن سنكشفها للناس جميعا. هدفنا من ذلك أن نبين شيئا أسميه الإجماع الحياتي على البقاء في الجوار النبوي، نبقى في جوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم. كل الأمم، كل المسلمين أجمعوا إجماعا حياتيا على تعظيم رسول الله، وعلى محبة رسول الله، وعلى تقديس رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنزعوه عن نقائص البشر، ففهموا أن كلمة التوحيد معناها أشهد أن لا إله إلا الله، ليس كمثله شيء، وأشهد أن محمد رسول الله، ليس كمثله مخلوق. نحن هنا يا رسول الله، وقصدت بأن أكلمك يا رسول الله لأنني أعتقد بل أرى بل أحيا بأنك معي، بأنك تجري في دمي، بأن حبك هو الذي يريني الحياة، ولست أنا بل كل محب يعيش معك، يعيش في صحبتك. نعم، الصحابة فرحوا لما قلت يا رسول الله المرء مع من أحب، وأنا لا أفرح فقط بأن المرء مع من أحب، أنا أعيش ذلك، نعيش ذلك فنحيا معك يا رسول الله. في هذه الحلقات سنبين هذا الإجماع الحياتي.
سنمر على بلاد المسلمين. اخترنا 4 بلاد، اخترنا سوريا، وما أحلى سوريا، وما أحلى الجمال الذي في سوريا، وكيف يحب أهل سوريا الاحتفال بمولد رسول الله. واخترنا أن نذهب أيضا إلى أحبابنا في العراق لنرى كيف هم يعيشون جمال محبة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإذا سرنا فلا ننسى أيضا أهل الجوار من إخواننا في ليبيا، وكيف أنهم لهم معالم وملامح في حب رسول الله لا توجد في كثير من البلدان. ثم ذهبنا إلى الجوار الآخر، إلى أحبابنا، إلى الذين نجتمع معهم في طينتنا، في أنواره، وفي طينتنا التي غمست بأنوار حضرة النبي صلى الله عليه وسلم مع إخواننا في السودان. أردنا فقط أن نكشف ذلك الإجماع الحياتي على أننا نحتفل برسول الله ونعظم رسول الله ونحب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسنستمر على هذه المحبة، لا نتوقف عن هذه المحبة مهما كانت الظروف، مهما حاول بعض الناس أن يقولوا بأن هذه المحبة ليست بهذه التصور. لا، إحنا بنحب حضرة النبي صلى الله عليه وسلم ونتفنن ونبدع في حب البديع، بأن نظهر حبنا لأبدع ما خلق الله وهو رسول الله. ولذلك سنحاول بقدر الإمكان نظهر ذلك الإبداع الذي أبدعه المسلمون في محبة رسول الله، وخاصة في ربيع الأول، ربيع الأنور، ربيع الأطهر، ربيع الأكرم، الذي كرم بظهور النور المحمدي فيه بأبي أنت وأمي يا رسول الله.